أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة المعهد بالدليل الواضح للعلوم الهندسية والعلوم النفطية، إن شاء الله حنبدأ بالمحاضرة الثانية للجزء الأول اللي هو الإنجليزي التقني، وبإذن الله حنكمل باقي الدرس اللي هو يخص بشنو صار في النفط، ونحن عرفنا أين نجد النفط، كيف تمت النشأة لتكون النفط، وبعدين قلنا شنو الاستخدامات والمنتجات اللي نحن نقدر ننتجونها واعدادها والتعابير اللي استخدمناها فيهم، بالاضافه اللي عرفنا عمليه الاستكشاف وعمليه ايش الانتاج. بنجو تو ان شاء الله لعمليه المخاطر اللي هنا موجوده في النفط. فالدانجرز اللي هنا المخاطر، وين وي بيرن الفازر فيول، وين وي بيرن الفازر فيول، فازر فيول اللي هو الوقود الحفري، عندما نحرق الوقود الحفري. قلنا الحرق الوقود الحفري معناه ان نحن استخدمنا احد منتجات النفط كوقود لاشعال او كما نقول لتشغيل سيارات، لتشغيل الات، لتشغيل محركات. فنحن استخدمنا الوقود الحفري في اي شيء نتيجه عمليه الاحتراق. طبعا احنا قلنا الفازل فيول، قلنا وقود حفري ليش؟ لان الوقود الحفري يختلف عليه الطاقات المتجدده الاخرى. فالوقود الحفري هو عبارة عن ثلاث أشياء اللي يطلق عليهن الوقود الحفري، اللي هو النفط الخام هذا وقود حفري، الغاز وقود حفري، والفحم الحجري اللي هو الكول حتى هو يعتبر ايش وقود حفري. يبقى ثلاث أنواع هذين أنا اسمان الوقود الحفري، ويعتبر طاقات غير متجددة. ليش غير متجددة؟ لأن نحن لما نستخدم إحدى هذه الانواع، احد هذه الانواع من انواع الوقود الحفري، لا يمكن استخدامه لمره اخرى. الفحم الحجري يتحول الى عوين وهذا ما يقدرش يستخدموه من جديد. النفط والغاز يحترق ويحول الى غازات في انقسم الى شيء يتحول الى غازات كعادم، والشيء الاخر يتحول الى نوع من انواع الطاقه الاخرى اللي هو طاقه حركيه وطاقه حراريه وطاقه ميكانيكيه وكذا. فهذين احنا خلاص ما عادش نقدروا نستخدمون مره اخرى. وهذا ايش نقول الوقود الحفري يعتبر طاقه غير متجدده. يبقى نحن وين وي بيرن الفازل فيول، وي ريليز كيميكالز انتو ذا اتموسفير. يبقى نحن نطلق في مواد او اشياء كيميائيه وين انتو ذا اتموسفير في الغلاف الجوي. طبعا نحن هنا ريليز نسرح او نطلق، ما ضفنا لهاش الاس لان الفاعل هنا نحن وهذا جمع، وفي صيغه المضارع البسيط للاشياء اللي تتكرر باستمرار استخدمنا صيغه المضارع البسيط وي ريليز كيميكالز انتو ذا اتموسفير. ما ضفناش اس او اس للفعل هنا لان الفاعل جمع، لكن لو كان الفاعل مفرد غائب هي ولا شي ولا ات او احمد او خالد او محمود او المعلم كذا، هذا اي واحد مفرد غائب نحن نحكو عليه نضيفه في اس او اس للفعل. يقبل نحن دائما باستمرار عندما نحرق الوقود الحفري نسرح في مواد كيميائيه وين في الغلاف الجوي، which التي دمج البلانتس، دمج البلانتس تدمر النباتات، والدمج معناها اشياء لا يمكن اصلاحها، واذا كان نباتات حتموت. And harmful to humans and animals. وركزوا على الدمج وعلى الهارمفول، لان النباتات تتاثر تاثر مباشر فيصير لها دمج وتموت. البشر والحيوانات يتاثروا تاثر غير مباشر وهذا ياثر فيهم على المدى الطويل، وهذا ايش احنا قلنا هارمفول، وسنشرحها كم شويه اخرى. We also نحن كذلك increase the carbon dioxide into the atmosphere. يبقى نحن زدنا نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وكربون ديوكسيد into the atmosphere في الغلاف الجوي. بين شنو خطورة إن زدنا غاز ثاني أكسيد الكربون أو رفعنا كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؟ This لعائد على هذا لعائد على غاز ثاني أكسيد الكربون. Traps heat from the sun. يبقى يحبس الحرارة القادمة من الشمس، يعني الغلاف الجوي حيجي قوس تحته بالضبط مسافة معينة، حتقعد المسافة هذه اللي هي بين الغلاف الجوي وبين القوس بتاع غاز ثاني أكسيد الكربون، الحرارة لا تستطيع تجاوز غاز ثاني أكسيد الكربون، فتحبس الحرارة في هذا القوس اللي هو على شكل دائرة كلها على الكرة الأرضية، وتقعد عندنا منطقة على كبر الكرة الأرضية كلها بالكامل محبوسة فيها الحرارة، وهذا يرفع درجة حرارة الأرض، وهذا يسموه فيه and causes the global warming، تسبب حاجه اسمها الاحتباس
الحراري، الاحتباس الحراري. يقول الاحتباس الحراري ناتج عن ايش؟ عن حبس غاز ثاني اكسيد الكربون للحراره القادمه من الشمس. الاويل تانكرز كذلك، هذه كلها بخاطر. الاويل تانكرز sometimes hit rocks، يقول في بعض الاحيان الاويل تانكرز الناقلات النفط sometimes في بعض الاحيان hit rocks، يكون عندها اصطدام مباشر. الهيت اللي هو اصطدام مباشر كما نقول باللغه العاميه، حادث ما فيش فرين نواه، ماشي خبط مباشر، اصطدام مباشر، ما فيش تهدئه للسرعه. تجد الناقل النفط ماشي بسرعتها وتضرب في واحده من الصخور اللي هنا موجوده في البحر، يقولوا عليه الحشف، ولا يقولوا عليه الجزر الصخريه هذينا، فلما يصير بينها اصطدام او اذر شيبس، او تصطدم في باخره واحده اخرى او ناقله نفط او سفينه اخرى. اند سبيل، سبيل اللي واش يدير؟ تسكب، تسكب يعني ينصب النفط نتاعها. Their oil into the sea، وينسكب النفط نتاعها وين؟ في البحر. The oil kills seabirds، the oil kills seabirds، يقبل النفط، النفط يقتل ايش؟ يقتل السيبيردز، الطيور ايش؟ البحرية، يقتل الطيور البحرية. شو معناها هذه؟ هل في انتم ينسكب النفط يقتل الطيور البحرية؟ لكن هذا معنى مزاجي، اللي هو شنو؟ ان النفط عندما ينسكب في البحار يقتل الكائنات البحريه، الاعشاب والاشياء البحريه الدقيقه هذينا اللي يعيشن عليه الاسماك، فيكتن الاسماك ويتضرر ويصير لهم تسمم. وفي الطيور البحريه اللي هن عايشات على الاسماك، لما تطفو الاسماك هذينا لان مات نتيجه تناولهم للاعشاب والكائنات البحريه اللي هن متضررات اصلا من النفط، ونحجبت عليهن الاضاءه وجات مواد سامه قتلنا، لما ياكلن الطيور البحريه حيموتن حتى هن. فالمعنى المجازي هذا بيقول لنا راهو ان انسكاب النفط في البحر يقتل البيئه كلها بالكامل، من كائنات دقيقه واعشاب وحاجات خاصه للبحر والاسماك، وحتى الطيور اللي يطيرن في الجو بس انها مختصات بهذا المكان. فالبيئه دمرناها من اسفل قاع، من عند قاع البحار الى السماء فوق، حتى الطيور اللي طيرت فوق اللي انه يعيش على الكائنات البحريه دمرناها بالكامل نتيجه انسكاب النفط بعد ما ينصب النفط في البحر. عندنا بعدين الاويل ريجز، لان منصات النفط او حفارات النفط، لان البلاتفورمز سام تايمز اكسبلود، يصير فيها شنو؟ اكسبلود، جاي من اكسبلوجن، يصير فيها اكسبلود اللي هي تنفجر نتيجه ضغط او كذا ويصير فيها مشاكل. killing يبقى قد يكون السبب الاول هو شنو؟ killing قتل. and injuring وتسبب في ايش؟ في اصابات بليغه. لمن؟ للبيبل اون ذا بورد، للناس اللي يشتغلوا. كيف الناس اللي يشتغلوا هنا؟ بعد تنفجر الحفاره ويصير فيها انفجار كبير، قد يكون سبب في وفاه هؤلاء الناس، ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع، او قد يكون يسبب لهم انجري، اللي هي الانجرينج اللي هي شنو؟ من اصابات، تكون الاصابات هذه جسيمه تبعدهم فترات زمنيه طويله عن موقع العمل، وتخليهم هم قد يفقد عمله هذا بالكامل، او اذا كان عاد ما يعودش الا بعد فتره زمنيه طويله، مش حيعود بنفس الكفاءه. طبعا خساره الناس هذه حتسبب خساره للشركات لانه يشتغلن. طبعا اول شيء يهمنا الانسان، سببنا له ضرر، بعدين صار فيه ضرر ليش؟ للشركات لانه يشتغلن، لان حيدفع عن تعويضات للناس هذوما، بالاضافه ان العمل يوقف ونضطر ان احنا نجيبوا ايش؟ ناس عمليات الاصلاح في قطاع غيار، واصلاح هذه البلاتفورم اللي هي اللي هن الاويل ريجز هذينا، وعمليه الصيانه ونقل وكذا، هذا كله في تكاليف زايده. فالمشاكل هذينا كلها مخاطر، مخاطر من ناحيه ان العمل يتوقف، مخاطر قبل كل شيء على سلامه الناس، وهذا اهم شيء بالموضوع. بعدين عندنا مخاطر على البيئه، الانفجار هذا حيسبب ايش؟ في انفجار وحتى تلوث البيئه المحيطه، بالذات اذا كانوا البير بحري. فهذه كلها مشاكل يسبب من شنو؟ انتاج النفط. وهذا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله يعني يحفظنا ويحفظك منهم، الواحد يكون حذر في تعامله مع المنتجات اللي لنا خاصات بالنفط. نجوا تو عندنا براكتس بسيط على الفوكابري اللي احنا خدمناه، ونراجعوا بهن نراجعوا المنهج اللي احنا بدينا فيه من البدايه. حنجر مراجعه بسيطه على السريع ونشوفوا نحن هل المفردات نحن ارتبطنا بين المفردات اللي خصنا النفط ولا لا. ففي الفوكابري عندنا تشوز ا وورد فروم ذا بوكس فور ايتش سبيس، اختار كلمه
من الصندوق اللي عندنا لكل مكان. طبعا انا ما باش نقول لكم خمن وكذا، نحن ماناش قاعدين في محاضره باش نقدر نحن نقولوا شو اللي المفروض يكون هنا، فاعطيتي كم لنا مباشرات. فالاويل از النفط يكون از شنو؟ از افازل فيول. يبقى النفط هو عباره عن وقود حفري لايك الكول اند جاز، مثل الفحم الحجري والغاز. يبقى نحن بعد نقولوا كول معناه راهو خاص بالفحم الحجري. It is also a major source of electricity. يبقى هي ايش؟ major معناها شنو؟ major معناها رئيسي. يبقى also مصدر رئيسي. كذلك بتكون النفط هو مصدر رئيسي او مصدر المصادر الرئيسيه of electricity لكهرباء. This هذه اللي هي الكهرباء مين؟ This هذا يعني هذا يعني شنو؟ means we use the oil to produce energy. يعني نحن نستخدم النفط في إنتاج الطاقة. إنتاج الطاقة هي الطاقة جميع أنواع الطاقة اللي عندنا، قد تكون طاقة حركية، قد تكون طاقة حرارية، قد تكون طاقة ضوئية، قد أي نوع من أنواع الطاقة. produce energy and to power motor vehicles. وباش نعطوا باور او قوه لليش؟ للمحركات نتاع العربات بجميع انواعها، سواء كانت سيارات او شاحنات او طائرات او سفن وكذا، اي محرك. طبعا احنا ما كناش نقول لان ما تشملش السفن والطائرات، لكن احنا نقول اي محرك او موتور. بعد نقول احنا وقود من الوقود الحفري، احنا منتجات الوقود الحفري كيف البنزينه والنافطه وكذا، هذول هن اللي يعطى فيه في باور يبدا يشتغل به. فنحن خذينا كمثال للعربات اللي الفياكلز هذينا، الباور نتاع الموتورز نتاعها يجي منين؟ من استخدام النفط. نجوا هنا قلنا the oil industry اللي هي صناعة النفط is one of the major production industries. يبقى صناعة النفط هي واحدة من الصناعات الإنتاجية الرئيسية. يعني من واحدة من الصناعات الرئيسية، أنواع الصناعات الرئيسية يعني عندك صناعة الأغذية، عندك صناعة الملابس، عندك صناعة السيارات. فعندنا صناعة المنتجات النفطية، صناعة لنا الزيوت، وعندنا الوقود بأنواعه، وعندنا الشحم، وعندنا أي حاجة أخرى نحن نستخدمونها إيش في الصناعات النفطية، نطلع منهن في منتجات لا تعد ولا تحصى. ولكن but nobody ولا أحد is certain متأكد how much oil is left in the ground. ما فيش ولا واحد is certain متأكد how much كم سيبقى الأويل is left النفط سيبقى in the ground في الأرض. These هذه شنو؟ اللي هذه وهذه اللي بنقولوا عليها شنو؟ هذه الاحتياطيات الريزيرفز. These reserves لأن رقم 6 هنا عندنا هي اللي تاخذ رقم 6 هنا. These reserves هذه الاحتياطيات او المخزون of oil will سوف run out سوف ينفد at some time in the future. يعني سوف ينفد في وقت ما في المستقبل. طبعا احنا قلنا run out يعني شنو؟ نفاد بالداله مش بالذال. الذال اللي هي النفاذيه، شيء يخترق شيء. الشمس اشعه الشمس تخترق الزجاج، هذه نقول عليها نفاذيه بالذال. لكن النفاد بالدال هي الرن اوت، ان شيء عندنا منه كميه والكميه هذه ايش؟ تكملها نقول تنفد ولا وليست تنفذ، لان النفاذيه هي permissibility، هذه حاجه واحده اخرى مش نحكوا عليها. يعني نحكوا عن النفاد اللي هي الكميه الموجوده عندنا تكمل ما عادش في منها. يبقى these reserves of oil will run out سوف تنفد at some times in the future في فتره زمنيه في المستقبل. الاويل فيلدز ار كونستانتلي دراينج اب. عندنا ابار النفط يتم تجفيفها ار كونستانتلي دراينج اب. دراي اب اللي هو عمليه التجفيف، اللي هو ايش؟ كاين نجفوا فيه كيف؟ معناها نسحبه منه في الكميات اللي لنا خلانا في وضع سائل النفط فيجف البير. كونستانتلي معناها عمليه السحب عمليه منتظمه كونستانت بكميات ثابته. الـ oil companies therefore الشركات النفط أو الإنتاج النفط therefore إذن spend تنفق a lot of money كميات كبيرة من إيش؟ من الأموال أو قيم كبيرة من الأموال looking for تتطلع أو تحاول إنها تكتشف
looking for oil يعني بتحاول تلقى ايش نفط with exploration rigs باستخدام حفارات الاستكشاف اللي هي اخر خطوه في عمليه الاستكشاف. ما بيش يقول لك في عمليات الاستكشاف ولا بيقول لك في عمليات الاستكشاف اللي هي اخر خطوه فيها استخدم قسم الحفارات لما يعطونا النتيجه النهائيه عندنا نفط والا ما عندناش نفط. Unfortunately اللي هي unfortunately وجاي من fortune اللي هو الحظ او الفعل الحسن. Unfortunately للاسف او للحاجه اللي مش كويسه. Burning oil للاسف حرق النفط اللي قلنا استخدام منتجات النفط وليس حرق النفط هو فاستخدام منتجات النفط causes يسبب many problems for the world. يعني احنا قلنا causes ليش؟ لان الفعل cause لان حرق من النفط، النفط هو من هو؟ هو مفرد غير عاقل فنحن استخدمنا في لان العمليه هذه متكرره باستمرار، عمليه حرق النفط دائما تسبب عمليه مستمره حطينا الفعل cause زدنا اس باش تقعد عمليه مضارع بسيط باش نور الشخص اللي قدامنا نرى هذا الفعل هذا متكرر، كل ما انت تحرق النفط راك تبي تسبب في مشاكل وجد causes many problems for the world للعالم. It هي المفروض تكون it is مش it one. It is one of the causes هي واحد من الاسباب of global warming لعمليه الاحتباس الحراري اللي نحن قلنا النفط حرقه يطلع ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون يسبب طبقه فيها مسافه بينها وبين الغلاف الجوي، وفي المسافه اللي بين هذين في النص ما تقدرش تخترق الحراره القادمه من الشمس وتسبب لنا بايش؟ بعمليه احتباس حراري. هذا على سبيل المثال باش نعرفوا نحن في الحاله هذه تو نحن ان شاء الله بالفوكابري هذا حاولنا نراجعوا الدرس كله بالكامل، شويه من المخاطر، شويه من عمليه الانتاج، شويه من عمليه الاستكشاف، شويه من استخدامات النفط وصناعاته. وهذه ان شاء الله تكون يعني تذكير باللي خذيناه. طبعا هنا حاولت ان نجيب لكم اغلب الكلمات اللي انتم تستحقونهم في الدرس، فما بيكمش تدوروا كل كلمه اللي بيقولوا الكلمه هذه شنو معناها وتقعد تترجم فوقها. فمن اكبر الاخطاء ان نحن نحط الترجمه فوق الكلمات. المفروض نحن مفروض ان نحن